فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني. صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون عفى عن ذكره الغافلون. إذن الصلاة عليه قربة إلى الله وكفارة للذنوب ورفعة للدرجات، فإذا كان بعض أعمال كفاران وبعض درجات الصلاة جامعة. وهذا كما جاء في الحديث في بيان خصوصية الأعمال، ومن هنا تفهم شرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها جمعت هذه الخصوصيات. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من المحدثين، والحديث صحيح لا شك فيه، ونحن نذكر رواية أحمد إن شاء الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: صلى بنا، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح، ثم قال للصحابة بعد ما صلى: كم أنتم على مصافكم، أي لا تفارقوا مكانكم كما أنتم، فإني سأحدثكم ما حبسني عندكم الغداء، أي تأخر قليلا يوما عن صلاة الفجر، لا تصلى في الوقت يا إنسان، تأخر عن عادته صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخبرهم عن السبب. قال: سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم في نصف الليل تمام. قال: فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي. أترى حالك النعاس وله بالصلاة صلى الله عليه وسلم، حتى استثقلت أي شعرت بثقل. قال: فإذا أنا بربي عز وجل جل وعلا، في رواية: فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، أي في أحسن صفة، صورة يعني صفة لا هيئة يعني لا صفة. فقال لي: يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى، أي الملأ الأعلى العشر من حوله، فيما يختصمون ويتحدثون؟ قال: قلت: لا أدري ربي، أنا أي ما عندي علم حتى تعلمني. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فرأيته جل وعلا وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. قال: فتجلى لي كل شيء وعرفت، تجلى الله عليه بالعلوم، أقام عليه العلوم وكشف له عن العوالم كلها، كل العوالم يا صار هناك كشف عياني ومسح رباني، ايش؟ فتح مطلق وكشف مطلق. لذلك قال: تجلى لي، أي كشف لي كل شيء ما العارف الفارس وما هناك، وعرفت أي علمت علما. ثم قال لي: يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى، أي كنت لا تدري ولكن الآن صار عندك علم، ما كان لي مما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون، أي حتى علمني الله، يعني علمه الله فصار عالم. قال: فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدحجات. قبل ما كان عنده علم، لما فتح الله له البان وكشف له الحجاب عن العوالم، رأى وشاهد وعاين وسمع من طرق ما هنالك يا إنسان، فعرف بما تختصمون الملاعنة، بماذا يتحدثون ويتكلمون، حملة العرش من حول العرش، الملائكة وإلى آخره. وهذا أمر كبير يا إنسان، عوالم الله كبيرة 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 يا إنسان، خصوصا الملأ الأعلى وحملة العرش والعرش يا إنسان، هذا شأن كبير. وإذا صار عنده كشف للكل، صار عنده علم بالكل،
تجلى لي كل شيء وعرف أي كل شيء. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قلت إسباغ الوضوء عند الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمعات في رواية الجماعات، وإسباغ الوضوء قال ونقل الأقدام إلى الجمعات الجلوس في المساجد بعد الصلوات. كفارات أي حسب ما تفعل من هذه يغفر الله عنك من الذنوب. قال وما الدرجات؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام. معنى ذلك أن الملأ يختصمون. كيف يعني؟ يختصمون لا بمعنى أنهم يتلاومون ويتنازعون، لا موهي الملائكة ملأ أعلى، وعلى إيش يتنازعوا بينهم؟ وعلى إيش يعني؟ ما في بينهم لا دنيا ولا إلى آخره. لكن فهم عن اختصامهم أي يختلفون في الكلام ما بينهم في مقابلات الأعمال. أنت تعمل عملا من الكفارات، كنت صباحا توضأت وفي برودة وفي ثقل على النفذ وكانت الفرشة بيشة وقمت للبرد مثلا، هذا نوع من الكفارات. هذا العمل يرفع إلى الملأ الأعلى، جلوسك بعد الصلوات ترفع للملأ الأعلى، وهكذا ترفع للملأ الأعلى. الملأ الأعلى بيسجلوها في الديوان الأكبر، قلنا يسجلوها بدون ينظروا كم تكفر من الذنوب. هالعمل اللي عمله فلان كان بيكفر ذنبين ثلاثة أربعة، هو في ناس أربعة بدون يوضع المقابلات، بدون يوضع المقابلات هالأعمال كفاءات مكافآت يعني. الملائكة تبحث فيها لأن هي وظيفتهم. من هم؟ الملأ الأعلى، الديوان الأعلى الأكبر اللي بده يكتبوا لك الأمر والمكافآت في إيش؟ الديوان الأكبر في عليين، وما درك مع عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وأنت وينك يا إنسان؟ قال ما له خبر القضية كلها. قل له ليش ما له خبر أنت؟ وليش عرفني؟ قل له اطلع أنت واسأل وافهم عن المخبر صلى الله عليه وسلم. ليش جاء الرسول لك أنت؟ ليش أول ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وليش فتح له باب المروة حتى يلبينا ويخبرنا ويعلمنا ويفهمنا؟ قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لكن أنت يا إنسان راح في الدنيا وأكل وشرب مثل البهائم والآخره، ما بتقوم تبحث في هذيك أشياء ولا بدك تسمعها ولا بتريد ولا لا. يا إنسان كن عالي الهمة، أنت كن عالي الهمة وارفع وخلي الأمور ترفع إلى الملأ الأعلى على غاية الكمال حتى يحطوا لك المقابل العالي وتأخذ المكافأة الحسنة. فهم يختصمون أي يختلفون، هذا يقول العمل بكفر ذنبين، ذاك يقول لا ثلاث ذنوب، هذا يقول أربعة. إيه وبعد ذلك قال فارفعون الأمر إلى رب العالمين حتى يحكم الله. سجلوا كذا عملوا كذا، هذه كفارة درجات. هذا أطعم الطعام مخلصا ابتغاء وجه الله، وطعم الطعام وعصر وكذا وعمل إلى خيرات يا وجه الله، وأتى الصلاة يا وجه الله، وإلى أخر صلى في الليل خالصا مخلصا رفع العمل إلى ديوان الأعلى إلى الملأ الأعلى. نظر فيه الملائكة الأعلى الملأ الأعلى وأهل الملأ الأعلى أرواح الأنبياء والرسل هناك يا إنسان أيضا تنظر، وأكابر الأولياء إلى آخرهم تبعا للأنبياء إلى آخر ينظرون فيضعون المقابلات. فهناك أيضا يجري اختلاف، هذا عمل يقول له بيرفعوا خمس درجات،